اي بس الطرف السني الاخر يقول لك انا عندي الاغلبيه مو انت. اذا هم عندهم الاغلبيه شلون انت تحدد الاغلبيه؟ اذا عندهم الاغلبيه اي ليش ما اخذوا رئاسه البرلمان بالبدايه؟ من اللي اخذ رئاسه البرلمان صاحب الاغلبيه؟ تدرين هي شلون صارت القصه بالبرلمان؟ احنا ويا المستقلين تقريبا كان عندنا 52 نائب زين طبعا المستقلين احنا داعمينهم اي يعني تحديدا السيد الحلبوسي وجينا الى مجلس النواب والقضيه قضيه اعراف عرف رئيس الرئاسات الثلاثة اعراف طبعا من صارت العمليه السياسيه لحد يومنا هذا ومن ضمن الاعراف انه للاغلبيه السنيه تروح رئاسه البرلمان جيد اوكي الدورات اللي سبقتها انا هم كنت بيها ما كان اكو يخلون حصص يعني خلينا نقول مقاعد او اسهم الى رئاسه البرلمان بهاي الدوره حطوا اسهم لرئاسه البرلمان اللي هي 25 نقطه النقطه يمثلها نائب زين فراحت 25 نائب الى حصه رئاسه البرلمان تحديدا واللي بقى ال 27 مقابلها 26 الى اخواننا والاخرين في الكتل السنيه اخذوا استحقاق على اساس الاستحقاق الانتخابي يعني اخذوا وزاره الدفاع ووزاره التربيه زين. ووزاره التجاره زين احنا ايضا بقى عندنا استحقاق انتخابي بقدهم اللي اكثر منهم بنائب هم اخذنا ثلاث وزارات اخذنا أي. وزاره التخطيط واخذنا وزاره الصناعه واخذنا وزاره الثقافه حقيقه اي فخلص الاغلبيه واضحه انه الاغلبيه عند تقدم